مساء الجمال والفل والثقة والهنا على كل اللي بيشوفونا في كل مكان، كل اللي بيتابعوا برنامج انتي على شاشة اي تي سي. للأسف الشديد النهاردة آخر حلقة في الأسبوع، توحشونا جدا جدا جدا، لحد ما نشوفكم الأسبوع الجاي على خير إن شاء الله. وأهلا بيك يا هايدا. أهلا بيك يا فروحة، وعندك حق طبعا، كل مشاهدين البرنامج هيوحشونا جدا جدا لحد الأسبوع الجاي إن شاء الله. وإن شاء الله حلقة النهاردة تعجبكم وتكون كده ختام جميل للأسبوع وتلاقوا فيها أخبار. والنهاردة الحقيقة مش معانا أخبار بس، احنا معانا كمان مواضيع حلوة قوي قوي هنتكلم ونتناقش فيها كده وناخد وندي مع بعض، ونشوف معانا أول خبر إيه النهاردة. طيب أول خبر هو من أكتر الأخبار القريبة لقلبي جدا، أعتقد أنتوا ابتديتوا تفهموني شوية وفهمتوا أن أنا أكيد هتكلم على إنجاز جديد لبنت مصر، بسنت حلمي. بسنت حلمي ما شاء الله تم اختيارها عشان تكون في قائمة أكتر 40 سيدة ملهمة في ألمانيا لسنة 2022. طبعا أول حاجة مبروك يا بسنت، ورفع راسنا كده دايما، وكل البنات المصرية الجميلة اللي مخلين اسم مصر في العالي دايما. حاجة بجد تشرف ونفتخر بيها جدا جدا جدا، ألف مليون مبروك لبسنت. أكيد الكلام اللي حصل ده مشوار طويل جدا من الإنجازات ومن طبعاً السعي ومن الاجتهاد، ونقدر نقول كده النهاردة هي بتحقق حلم وبتحقق طموح اكيد بقاله سنين. بنحييها وبنحيي اي بنت النهارده قادره ان هي تعمل لنفسها مكان، مش بس في مصر لا، ولا في العالم العربي، ده كمان في العالم كله. فعلا يا هايدي، واللي ما يعرفش بسنت حلمي هي واحدة من أهم أصحاب الشبكات المهنية لرائدة الأعمال في الشرق الأوسط. ما شاء الله هي قدرت إنها خلال السنين اللي فاتت دي كلها إنها تربط بين حاجتين، بين يعني رائدة الأعمال في المجتمع الألماني بأكتر من 2000 رائدة أعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ما شاء الله، يعني مشرفانا في كل حتة بقى. لا والله عظمة بتعملها بسنت، يعني تستحق فعلا فعلا. النهاردة مجلة عالمية زي فيميل وان زيرو الألمانية تختارها ضمن أكتر 40 سيدة ملهمة في ألمانيا. مش عارفه اقول ايه ولا ايه. نقول ألف مبروك. ألف مبروك يا ألف مبروك، احنا فخورين جدا بيك. طيب تعالوا بقى ندخل كده على طول في نص القصه اللي امبارح كانت قلبه السوشيال ميديا. وبعدين هي القصه على قد ما هي سخنه قوي قوي قوي، لكن انا لقيت تعاطف وانحياز كبير جدا من البنات للمنتصر في القصه دي. ايوه طبعا، يعني من غير مقدمات كده يا فرح تعالوا ندخل على طول. يلا هي بينا. قصه الممثل العالمي جوني داب وطليقته امبر هيرد. كلنا اكيد سمعنا عن القصه وتابعناها بقالنا اسابيع على السوشيال ميديا كلها، لان المحاكمه كانت بتتذاع لايف، فكنا بنشوف اللي بيحصل جوه المحاكمه بتفاصيله الدقيقه. عشان كده يمكن التعاطف كان بشكل قوي جدا مع جوني بعد ما اتكشفت الحقيقه. ايه بقى الحكايه من الاول؟ تعالوا كده نحكيها لكم. الموضوع ابتدى بمقال نشرته الاستاذه امبر هيرد، وصفت فيه نفسها بان هي شخصيه عامه تمثل العنف المنزلي. طبعا هنا هي بتتكلم كست، بتلقح على مين بقى؟ بتلقح على مين؟ كلام يعني. طبعا بتلقح على طريقها الممثل المشهور جوني ديب، اللي طبعا ما سكتش على الكلام اللي قالته خالص في المقال، واللي كان بيقول ان هي اللي بتضربه، لكن هي كانت بتقول ان هو كان بيمارس ضدها العنف المنزلي، وطبعا ده ما حصلش. قام رافع عليها قضيه تشهير حقه واتهمها فيها بانها شوهت سمعته، طبعا لان هو ممثل كبير ومشهور. طبعا طبعا هي اللي يعني عملته ده ما ينفعش، هو يعني مش هيسكت. لا هو هيسكت برضه. وبعدين بقى يعني يا جماعه، هي امبر دي برضه ما سكتتش لحد هنا، مش مثلا رفعت عليه قضيه بقى وتمام، راحت رفعت عليه قضيه كمان اتهمته فيها بان هو لطخ سمعتها ووصفها بالمحاميه المخادعه. والموضوع بقى كبر قوي قوي في ساحه المحاكم، وفعليا ما بقاش حد عارف يلمه. بس احلى حاجه عارفه يا فرح ايه؟ الموضوع كان لايف، الناس كلها كانت شايفه كل حاجه بتحصل. اللي كمان الازمه الحقيقيه هنا بقى ان امبر قدرت فعلا انها تكسب تعاطف كبير جدا لما اتهمت جوني بانه مارس عليها العنف المنزلي، لان احنا طبعا كلنا كستات وكبنات لما بنشوف ان اي ست اتضربت اول حاجه ازاي يعمل كده وما ينفعش يعمل كده، وطبعا نبتدي نكرهه، والعدوانيه من ناحيته تكتر اكتر واكتر، وممكن نكره حد واحنا مش قدامنا الموقف، لكن لمجرد ان هو شتم ست او ضرب ست دي حاجه احنا كستات او كبنات مش بنتقبلها تحت اي ظرف من الظروف. فهي قدرت ان هي تكسب التعاطف ده، يعني حاجه طبعا مش حلوه خالص، لكن الحمد لله الحقيقه في الاخر ظهرت. بس دي حاجه يا هايدي برضو
عكس الستات شويه، لان بعد ما احنا كنا بنحاول نطلع لقدام هي كده بترجعنا خطوات لورا، لان هي بتتعاطف مع ان هو الستات بقى يعني القضايا مع الستات، وان احنا ما ينفعش نتضرب وما ينفعش نتشتم وما ينفعش نتهان تحت اي ظرف من الظروف. لعبه اللعبه دي فهترجعنا خطوات لورا، ده من وجهه نظري انا، لان مش دايما الستات صح. عندك حق طبعا، انا معاكي جدا، وده في النهايه يدينا كده كلام لازم نقوله النهارده يا جماعه، كويس جدا جدا جدا. طبعا الاول عايزين بس نكمل القصه ونقول اللي حصل في النهايه ايه للناس اللي مش عارفاها، انه في الاخر اتحكم على او اتحكم لجوني داب ان هو ياخد 15 مليون دولار، وامبر هتاخد 2 مليون دولار. ده تقريبا يا فرح كان تعويض، علشان كان في محامي سابق لجوني اتكلم كلام. المهم نرجع بقى اللي كانت فرح بتتكلم فيه، وكده هي القصه يعتبر انتهت. والف مبروك يا جوني. الف مبروك يا جوني بجد. محدش اكيد بيختلف يا فرح ان زي ما انت قلتي العنف الزوجي ظاهره العالم كله بيعاني منها، لكن خلينا نتفق هنا ان امبر اللي عملته ده اساءت لكل الضحايا الحقيقيين في قضايا العنف المنزلي. وخلتنا نروح لنقطه مهمه قوي 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 ونتعلمها كده، ان مش لازم علشان النهارده هي واحده ست نتعاطف معاها لمجرد ان هي دايما بتكون كلمه ست فهي ضعيفه في قصص ثانيه او روايات ثانيه موجوده. عايزك تتمسك وانت بتسمع، انت كجمهور او كشخص جاي حد بيحكي لك تحديدا لو هي ست، اتمسك بالدلائل، اتمسك بالحقائق، اتمسك بالاثباتات. صح. قولي اللي ليكي واللي عليكي، بس مش معنى ان هي ست تمشي وراها وتتعاطف معاها، لان النهارده شخصيه للاسف الشديد جدا التوكسيك او الشخصيه المريضه، الشخصيه السامه اللي بتكون بتاذي هي اسرتها وممكن تكون بتاذي جوزها، ده بيحصل لان هي مريضه. طيب النهارده لما بيحصل الكلام ده، ايه اهم سلاح مع الشخصيه المريضه دي؟ الكلام. هي كل ما عليها ان هي بتتكلم وبتسوق سمعه الشخص اللي قدامها وبتشهر بيه وبتشوه في سمعته، سواء بقى مع الافراد اللي حواليها في المجتمع او مع اولادها او مع ايا كان. النهارده انا بقول الكلام ده ليه؟ لان مش شرط عشان هو راجل فالراجل دايما بيكون وحش، الراجل هو اللي بيأذي، الراجل هو القوي فهو اللي اكيد بيضرب وهو اللي اكيد بيأذي، لا في ستات كمان بتأذي كويس طبعا. جدا، وعارفه ان نقط ضعف الراجل كتير قوي، منها بقى اولاده، منها سمعته. ويا فرح في نقطه مهمه، الست خلينا واقعيين الوحشه او المريضه بتتكلم كتير، لكن دايما الراجل بيبقى متحفظ في كلامه، وبيقول ايه لا يعني هي بتتكلم كتير عشان هي ممكن تكون عاطفيه او ممكن تكون عايزه تنتقم مني، لكن انا مش هتكلم وهفكر لقدام وهفكر في ولادي. صح يا هايدي، كلامك هنا كله صح، لانه فعلا الراجل هنا مظلوم في حته، ان احنا دايما بنتكلم عن الراجل التوكسيك اللي بيأذي مراته او طليقته نفسيا جسديا بشكل كبير. فعلا خلينا متفقين ان دي نماذج موجوده، يعني في راجل توكسيك، طبعا في راجل توكسيك، في راجل بيضرب مراته، لا ده مش راجل، ده في رجاله كتير جدا بتعمل كده، لكن في نفس الوقت في ستات توكسيك، في ستات بتضرب زي ما احنا شفنا كده امبر واللي هي عملته، وانها قدرت تكسب تعاطف الجمهور بتاع جوني او الجمهور بصفه عامه بتاع العالم كله. احنا كلنا لما سمعنا القصه من الاول او من غير ما نشوف الدلائل كنا معاها، لحد ما اتكشف العكس ان هي لشخصيه توكسيك وكانت بتاذيه نفسيا واجتماعيا وكانت هتخليه يخسر جمهوره اللي قعد سنين وسنين يعمله. فخلينا متفقين يا جماعه ان زي ما في ست توكسيك في راجل توكسيك. ده يعني انا عايزه اقولها بالعامي اكتر، انه البني ادم ملهاش علاقه بالست وملهاش علاقه بالراجل، لان الراجل ده بني ادم برضو عنده مشاعر وعنده احاسيس، الست نفس الكلام بني ادم عندها مشاعر وعندها احاسيس، لكن لما البني ادم بيكون توكسيك سام، توكسيك بالعامي سام، بني ادم سام في كل حاجه، بيضرب بيشتم بيهين مش بيقدر ايا كان كانت ايه نوع السم اللي هو بيضيف العلاقه، الموضوع ملوش علاقه بست او راجل، بيرجع في الاخر للبني ادم. عندك ولا انت رايك؟ انا معاكي جدا جدا في الكلام ده، موضوع راجع للشخصيه، للاخلاقيات بتاعه البني ادم نفسه، لحتى اصله هو وطريقه تربيته والمجتمع اللي كان عايش فيه. ويمكن كمان نرجع لامبر دي، يعني هي الحقيقه في طبيبه نفسيه بتاعتها هي، يعني احنا مش جايبين الكلام ده من بره، احنا جايبين الطبيبه النفسيه الخاصه بيها، هي وصفتها يا فرح بان هي عندها اضطراب الشخصيه الحديه واضطراب الشخصيه الهستيريه. فهي النهارده انسانه مريضه، فربنا يشفيها يا رب ويعافيها، بس خلينا نخرج اي انسان توكسيك او سام في حياتنا ونفرق، مش شرط يكون راجل او ست فنتعاطف معاه. فكره كلها زي ما قلت لحضراتكم، اهم حاجه الدلائل والاثباتات اللي هي بتؤكد صحة ما اللي هو بيقوله يعني.
كلامك مظبوط جدا، لان التعاطف يكون مع البني ادم مش مع الجندر، يعني مش مع انه راجل او ست، مع البني ادم بصفه عامه، طفل كبير صغير عجوز ايا كان، في الاول وفي الاخر ده بني ادم. صح. طيب خلينا بقى ندخل على الخبر اللي معانا بعد كده، هو جميل قوي الحقيقه، هو اننا خلاص على بعد اقل من شهر ان شاء الله ونشوف واحد من اهم المشاريع في شوارع القاهره، هو مشروع كايرو بايك. كايرو بايك ده مشروع المحافظه شغاله عليه تقريبا من 2016، الهدف منه اننا نرجع ننشر تاني ثقافه ركوب العجل في القاهره، وان احنا كمان نقلل الزحمه، يعني احنا لما نركب عجل دي العربيات بقى هتقل، فالزحمه هتقل، فهنروح مشاورنا اسرع، وكمان احنا نمارس الرياضه فبقى جسمنا احسن. يعني الموضوع حلو قوي. انا اول واحده هشتري عجله اصلا، وانا معاك، انا بحب العجل، وانا تاني واحده بعديك. المشروع ده يا جماعه مهم قوي بجد، لان اصلا فكره ثقافه ركوب العجل بين الناس يعني مختفيه شويه، ما بنلاقيهاش مثلا يا فرح الا لو عندك مثلا حد عايش جوه كومباوند فممكن يسوق عجله، لو مثلا حد رايح مصيف ممكن يعمل ده ياجر عجله، لكن احنا لازم ننشر الثقافه دي، وان شاء الله المشروع ده هيكون مساهم بشكل كبير جدا في نشر الثقافه دي. طبعا هي اولا مش بس مجرد ان هي حاجه بتنشط بيها الدوره الدمويه او حاجه رياضيه، هي كمان هتكون وسيلة مواصلات مش مكلفة أبدا، وكمان والأهم بقى إن هي صديقة للبيئة، لا في عوادم ولا في غازات سامة ولا في أي حاجة وحشة، وهتبعدك كده بسرعة عن أي زحمة طبعا لسهولة الحركة بيها. طبعا برضو عشان نفهم الناس تفاصيل المشروع ببساطة، هو هيكون عبارة عن مجموعة من محطات الدرجات في أماكن مختلفة في القاهرة، تقريبا هيكون في 45 محطة، بس تبقى المحطة الأساسية تبقى في التحرير. المهم إن المشروع ده هيبقى ليه أبليكيشن باسمه، وناس هتعرف تتواصل من خلال الابلكيشن والمحطات دي، تقدر بقى تأجر عجل، يعني انت مش محتاجه ان انت كمان تشتري عجله يا هايدي، ممكن تأجري عجله بفلوس رمزيه جدا، يعني ممكن تبدا من جنيه للساعه علشان بس يروح بيها مشواره ويسيبها في اقرب محطه، يعني خلاص بعد ما يخلص العجله في 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 45 محطه زي ما قلت لحضراتكم، يقدر بعد ما يخلص المشوار يركن العجله بتاعته في اقرب مكان في المحطه. الله. مشروع هايل وموفر، يعني مش محتاجه تشتري عجله، يعني انا النهارده ممكن اسيب العجله مثلا بتاعتي في النقطه دي وفي حد تاني مكاني يركبها بعدك، يركبها وياخدها ويروح بيها نقطه ثانيه. فكره يعني هايله الحقيقه، بنحيي كل القائمين عليها وكل اللي حتى فكر فيها وصدق الفكره، ان هي هتفرق جدا جدا مع الناس لو فعلا قدروا النهارده ان هم يطبقوا ده في يومهم، وزي ما قلنا طبعا هتكون وسيله غير مكلفه ابدا، وهترحمك بقى من الزحمه. دي اهم حاجه على طول. بدل ما ناخد المشوار في ساعه ناخده مثلا في قد ايه 45 دقيقه، بس 40 دقيقه. جدا. يعني ده حاجه حلوه قوي. غير بقى كمان انها رياضه يا جماعه، حل سحري للي مش لاقيين وقت يمارسوا فيه الرياضه، حاجه زي دي هتخليكم تعملوا حاجتين في نفس الوقت، تمارسوا رياضه وفي نفس الوقت تكونوا رايحين شغلكم او اي مشوار تاني بمنتهى السرعه. وانت الرياضه زي ما عارفين بتحسن النفسيه جدا، في نفس الوقت بتدي طاقه لجسمك جدا، ولو ما عندكش وقت تروح الجيم، ما عندكش وقت تشترك، ما عندكش وقت تلعب في البيت، فانت هتلعب في الشارع مع الهواء الجميل كده، بدل ما احنا في العربيات قافلين علينا الازاز ومفيش هواء طبيعي بيدخل لنا. لا فكره بصراحه هايله. طيب قبل بقى كمان ما نكمل اللي معانا، انا في كده سؤال يا فرح، وانا قبل كده متهيألي سالتك فيه، بس عايزه اسالك فيه دلوقتي باستفاضه كده. اتفضلي، بخاف من اسئلتك قوي، اتفضلي. لا والله لا، سؤال بسيط. تفتكري لو النهارده الراجل ومراته طباعهم مختلفه، ده هيكون في صالح العلاقه ولا هيخرب عليهم؟ صالح العلاقه. مش مختلفه 100% ومش متفقين 100%، يعني خير الامور الوسط، انه احنا نكون شبه بعض في حاجات بس مش نسخه من بعض. بمعنى ايه؟ هبسطها لكم. دلوقتي مثلا احنا الاثنين بنحب السفر، لو احنا الاثنين بنحب السفر هنسافر طول الوقت، اذا فمش هنلاقي وقت لشغلنا، اذا فمش هنلاقي فلوس نحوشها، بس لو حد بيحب السفر وحد عادي، هنا في توازن في الموضوع. ان اللي بيحب، اللي ما بيحبش السفر او مش متعلق بالسفر جدا هيسافر عشان يرضي الطرف الثاني وفي نفس الوقت هيتبسط هناك. طيب ده مثال، لكن لو احنا الاثنين بنعمل كل حاجه مع بعض، اولا مش هيكون في تشويق في العلاقه نهائيا خالص، مش هيبقى في اراء مختلفه، يعني مثلا انا بحب الفراخ وهو بيحب اللحمه، يوم هناكل كده عشانه ويوم هناكل كده عشاني. صح. لو احنا الاثنين بنحب الفراخ احنا مش هناخد الفوائد اللي في اللحمه ومش هنغير حتى في الاكل، هنزهق. هنزهق. فالاختلاف حلو، بس
المتوسط، ما ينفعش نبقى مختلفين 100%، مش هنقدر نكمل برضه. عندك حق فرح، يعني زي ما انت قلتي كده لازم ناخد من كل حاجه حلاوتها، وبعدين هي اصلا المساحه المشتركه دي، وان هم النهارده يلاقوا طباع مشتركه بينهم او يخلقوها على الاقل، ده هيكون مهم جدا. غير كمان ان هم مهم قوي قوي النهارده احنا نكون متقبلين بعض، صفات بعض، طباع بعض، نشوف احنا بنحب ايه، كل واحد بيحب ايه، ويروح للتاني شويه. يعني مش شرط ان انت عشان مثلا زي ما فرح قالت ما بتحبش السفر ترفض السفر، ليه؟ جرب. لازم يبقى عندك فكره ان انت انسان منفتح، قادر ان انت تجرب حاجات جديده، تعمل حاجات جديده. افرض مثلا انا بحب مثلا الغنى، بحب المزيكا، وانت ما بتحبش تسمع مثلا ام كلثوم معايا، طب ايه الفكره اما تنزل لي شويه او نقعد مع بعض، انا ما بحبش مثلا القرايه وانت بتحبها، ايه المشكله اما نعمل ده مع بعض؟ على الاقل كمان غير ان احنا هنخلق مساحه هيكون فيها نوع من انواع كده، عارفه الموده والرحمه طبعا. احس انت بتعمل حاجه عشاني وانا بعمل النهارده حاجه عشانك، فالامور هتبقى احلى واسهل، وهنبدل ثقافات كمان. يعني هو هايدي بيحب يقرا، انت مش بتحب تقري، هو يقرا وبيحكي لك القصه، والله العظيم حلو. يعني هنبدل مع بعض. يعني المعلومات هتبقى مشتركه ما بيننا وما بين بعض، لكن 100% زي بعض ده مش حلو، 100% مختلفين عن بعض ده مش حلو. بس احنا برضو مش هنكتفي براينا لوحدنا، عشان كده نزلنا نسال في الشارع راي الناس ايه عن الموضوع ده. تعالوا بقى نشوف رايهم ونرجع لكم مره ثانيه. لازم نبقى قبل ما نتجوز عارفين ان احنا مش كل واحد هيعيش بطباعه بنفس مساحه الحريه اللي كان قبل الجواز، لازم يبقى عارف ان في مساحه للاخر هيدخل فيها معاه. اختلاف الطباع يعني على حسب هو قد ايه، بس في طباع ممكن الواحد يتاقلم عليها والاثنين يتطبعوا، وفي حاجات بتبقى مستحيل العشره بين الاثنين. في اختلاف بيؤدي فعلا لفشل الزواج. الدنيا ما بتمشي طول الوقت كويسه ولطيفه كده، فبتبقى فيه برضو نوع من الملل. يعني انا خاطب مش اللي شبهي. اتجوزي اللي تفهميه، اللي يفهمك، اللي ترتاحي له، اللي تحسي معاه ان هو امين عليكي، لكن اللي شبهك لا مش شرط. يعني لو فكرت ان هو شبهي قبل كده قبل الجواز، انا بخش بعد كده الجواز ما بيبقاش شبهي اصلا. كل ما كانت الاهتمامات ما بين الزوجين متقاربه، كل ما بيكون في فرصه للتفاهم اكتر. اكيد بيحصل نوع من التوازن في البيت، لكن عموما الراجل البخيل بيبقى الحياه معاه صعبه جدا. هي عدم الثقه دي بتهد كل حاجه في البيت. لو حد فيهم عينه دي فالتاني هيبدا يتنازل لحد ما يجيب اخره، الدنيا هتفشل. استماع للاخرين كتير، وان كل حاجه يكون يعني بيته خارج بره حدود حيطان بيته، يعني كل حاجه بيقولها مثلا لبابا، لمامته، لوالدته، لعيلته، كل دي غلط. طيب النهارده يعني الناس معلقه بشكل لطيف قوي يا فرح، وسمعت حد قال هو اهم حاجه التوازن، وكانوا بيتكلموا مش بس على فكره ان النهارده احنا في بينا مثلا صفات مشتركه، او مثلا في حاجات هوايات مشتركه، لا هم بيتكلموا كمان على طباع. يعني مثلا قالت ان ما ينفعش انا النهارده يبقى هو عنده فكره ان هو عنيد، فانا طول الوقت عماله اتنازل او عماله اجي على نفسي عشان المركب تمشي والدنيا تمشي وده يبقى الصح. لا طبعا اكيد مش كده. وفكره الصفات المشتركه او الهوايات المشتركه دي ملهاش اي علاقه النهارده بان الواحد يتنازل طبعا. يعني فاهمه يا فرح، الصفات دي حاجه لطيفه جدا ممكن ناخد وندي مع بعض زي ما انت قلتي، يكون في ثقافات بينا مشتركه، لكن يعني نوعا ما نحاول نوصل الدنيا ونكون في توازن، لان الجواز مشاركه. يعني هو الجواز اهم حاجه فيه ان احنا نبقى بنشارك كل حاجه، راينا، اهتماماتنا، حبنا، احنا متضايقين، كل حاجه. بس عشان نفهم اكتر بقى ايه الطريقه الصح اللي المفروض نتعامل بيها في المواقف اللي فيها اختلاف او فيها اتفاق، هيكون معانا على التليفون استشاري العلاقات الزوجيه عمر حبيب. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، ازي حضرتك؟ اهلا يا استاذ عمر. الحمد لله، ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله. احنا حابين منك الاول كده نعرف في البدايه على طول، لو كان النهارده الزوجين مختلفين تماما في الطباع، ده هيكون تاثيره ايه على العلاقه؟ اوكي، مختلفين تماما في الطباع، طب اتجوزوا ليه طيب؟ هو عادة سؤال مهم برضه. خلاص بقى اتجوزوا. بيبقى في اتجوزوا خلاص. او اكتشفوا ده متاخر في الجواز. للاسف دي حاجات بنكتشفها فعلا متاخر طبعا. بس خليني اقول لك حاجه، هو اصلا في لو فاكرين كده زمان لما درسنا فيزيكس او فيزياء، كان لما بنيجي نتكلم على المغناطيس
بنقول ان المغناطيس ليه اقطاب، فالقطب بين لو زي بعض بيحصل نفور في احيان في المغناطيس، صح، ولو عكس بعض بيحصل تجاذب. احنا كبشر ساعات بيحصل كده برضه، بيحصل ان احنا لو هما الاثنين زي بعض يحصل نفور، لو مختلفين يحصل تجاذب قوي جدا. عشان كده نلاقي ساعات، اكيد شفتوا بعض الناس تعرفوهم في حياتكم، ساعات ممكن تلاقي واحده هاديه جدا بس عجبها الشخص الهايبر اكتيف، او اللي هو بيتحرك كتير وخروج وفسح وسفر و و و، صح. ممكن تبقى دي من الصفات المحببه في الطرف الثاني هو الاختلاف حتى. ففي بعض الاحيان لو هنقول، لو احاول نصنف الاختلاف، ممكن نقول ان احنا في اربع اشكال للاختلاف ده او للاختلاف الطباع. وايه هما؟ شكل منهم اللي كنا بنقوله دلوقتي حالا، اللي هو الطباع المحببه، مختلفه بس محببه قوي. تمام. زي ما كنا بنقول كده، مثلا مثال حد هادي جدا بس اعجب بحد اكتف جدا، هايبر شويه. هايبر حبتين. اه ممكن يكون في طباع تؤثر سلبا على العلاقه، لو نتكلم في نوع تاني يعني، طباع مختلفه تؤثر سلبا على العلاقه. تمام. زي مثلا الراجل اللي بيدخن والست عندها مشكله مع التدخين، عندها ربو او ما بتحبوش حتى على الاقل، وهو مصمم يدخن في البيت. او حد عنده مشكله مع مشكله مثلا في الهيجين او في النظافه الشخصيه بشكل او في ليفل معين، فهنا في اختلاف في الليفلز بتاعتهم تؤثر بشكل مباشر على العلاقه الزوجيه تاثير سلبي. تمام. اوكي. صح. لو هنقول شكل ثالث او نوع ثالث من انواع الاختلاف، ممكن نقول ان في اختلاف ما يعني ما يؤثرش بشكل المباشر الكبير ده، ولكن هو غير محبب. زي هو مثلا إيه؟ لما تيجي ست تشتكي، هقول لك زي مثلا تيجي ست تشتكي من ان جوزها بيتفرج على الكوره، تيجي تقول لي مثلا ده قاعد طول النهار بيتفرج على الكوره، دي مشكله جيل. مشكله كبيره. ساعات بس يعني حسب بقى، هنا نبص على حاجتين، نبص على الفريكونسي، عدد المرات تكرار الموضوع بيتكرر بشكل قد ايه، والمده. يعني لو بيتفرج في الاخر طلع بيتفرج على ماتش في الاسبوع، الماتش ده ساعه ونص ساعتين بالكتير، استحملي الساعه ونص عادي يعني. نقعد نتكلم في ان جوزك بيحب ده، وانت مهم بالنسبه لك انه يبقى مبسوط عشان يعرف برضه يكون حالته المزاجيه والنفسيه كويسه في البيت ومعاكي، فتدي له المساحه دي، ونتكلم في المساحه الشخصيه و و و وهكذا. انما لو لقينا ان الفريكونسي عاليه، تكرار الموضوع بيحصل يوميا او بشكل متكرر قوي في الاسبوع والفترات طويله، ممكن كده اصلا يتنقل معانا اللي قبليه على طول، اللي هو يبقى مؤثر تاثير سلبي مباشر على العلاقه الزوجيه. طيب انا عايز اسال حضرتك سؤال تاني، هل ممكن نخلق صفات او طباع تكون مشتركه ما بيننا؟ يعني اللي هو تبقى حاجه مش عندي بس انا احاول اكتسبها عشانه. طب ده حضرتك قلت طبعا، ازاي بقى نقدر نعمل كده؟ بص، صعب حد يتغير عشانه، عشان حد صعب التغيير، ولكن ممكن ان احنا نكمبرومايز. لو هنقولها بطريقه ادق، نكمبرومايز اللي هو فكره ان احنا نعمل حاجه عشان العلاقه. تمام. مش عشان الشخص، عشان انا بستفيد من العلاقه دي ومهتم بيها وبوجودها وليها قيمه كبيره في حياتي، مهم بالنسبه لي ان انا اعمل الحاجه اللي تريح وتبسط الطرف الثاني، والعكس الطرفين يبقوا جميل. ده ممكن هنا نتكلم بقى في لغات الحب الخمسه، ونتكلم في حاجات كتير اتكلموا فيها طبعا ناس اكبر مننا واقدم مننا كتير في المواضيع دي. فنلاقي ان احنا ممكن ابقى انا بحب بطريقه او بعبر عن مشاعري بطريقه معينه، الطريقه دي مش هي اللي بتوصل بشكل توصل للطرف الثاني، للطرف الثاني بالظبط، او مش هي المناسبه معايا، مش هي المناسبه بالنسبه له، مش هي دي اللي بتبسطه قوي. انا بجيب هدايا كتير وهي مستنيه مني كلمه حلوه. تمام. فبالعكس قول لها كلام حلو يعني، بس انا ما بحبش اقول كلام حلو. لا، هنا ممكن تحب بقى، هنا ممكن نتكلم في ازاي ان دوت ليه تاثير قوي على العلاقه. فمهم انك انت تعمل حاجه حتى لو مش في طبعك في العادي، بس ده اجتهاد بقى يعني لازم انا اجتهد النهارده عشان اقدر انجح العلاقه وابسط الطرف الثاني، ما اكونش ماشي كده من على الوش يعني. دايما بقول للكلاينتس عندي، الحب ما شعور متذبذب، بيطلع وبينزل زي اي مشاعر. اللي بيبقى هو الكوميتمنت، الالتزام طبعا. صح. العلاقه التزام مش حب، الحب حاجه جميله جدا جدا جدا. صح. وضروري تكون موجوده في اي علاقه عشان علاقه كامله، ولكن مش هي العلاقه كامله، ولا هي دي اللي هتقوم العلاقه طول العمر، لان في وقت هكره صاحبي، هكره مراتي،
هذا مش مبسوط معاها، هذا متضايق منها، هذا زعلان شايل منها شويه. بالظبط كده. هل الوقت دوت خلاص العلاقه انتهت؟ لا طبعا، العلاقه موجوده، لازم اعمل العلاقه موجوده، لان انا كوميتد في العلاقه دي، انا ملتزم بالعلاقه دي. صحيح. طيب انا عايزه اسال يعني في سؤال بقى عايزه اساله، بحس ان الجيل ده متلخبط شويه ما بين الحب والتعود، يعني ساعات مثلا لما تسال حد انت بتحبها لسه، فيرد يقول انا مش عارف انا لسه بحبها ولا بقيت متعود على وجودها، والعكس صحيح. فايه الفرق بين الحب والتعود، او اعرف ازاي الفرق ما بينهم؟ ده سؤال كبير قوي، يعني ثانك يو فور السؤال مسلي. هقول لك حاجه. اتفضل. احنا في عندنا حاجه بتحصل كده في النيوروساينس يقولوا الوايرنج، او اللي هي ممكن نسميها تعود بالعربي. هي اكتر بتبقى ليها علاقه بان انا بعمل الحاجه بشكل متكرر وشبه يومي، فلو الحاجه دي اختفت في جزء فعلا من يومي وقع، في جزء من يومي اختفى. تمام. ده طبعا في العلاقات بيبقى حاجه كبيره جدا، لان حد انا ممكن اكون بكلمه كل يوم، لو متجوزين يبقى بشوفها كل يوم تقريبا، وبنقعد مع بعض وبشاركه مشاعر وافكار وحياه كامله. تمام. فلما يختفي هذا الشخص بيبقى انا اللي عندي حاجه ناقصه. يعني بيحصل فعليا في كيمياء المخ، انا اللي عندي، او في التفكير يعني في الاحساس، ان انا اللي عندي حاجه ناقصه، مش بالضروره تكون اقيم حاجه ولا اكبر حاجه، لان دي حالات كتير بيبقى فيها مشاكل كبيره جدا، يستحيل معاها العشره، ومع ذلك اللي هو اللي حضرتك بتشاور عليه ده، التعود ده، او ان الواحد عدم وجود الشخص مأثر عليه سلبا، مخليه لا عايز يرجع له او عايزه ترجع له. اكيد طبعا. ومش بالضروري ده يكون حب. لا، ده مش ضروري يكون حب خالص. كده انا عايز اقول. تمام. طب يا استاذ عمرو، احنا بنشكرك جدا، وحقيقي الكلام ده في المواضيع دي يعني لازم لها كده فقره كبيره داخل الحلقه، ما تنفعش بس عن طريق التليفون، لان يا فرح بجد المواضيع دي مهمه قوي. طبعا. لازم نتكلم فيها باستفاضه، بس خلونا دلوقتي كمان نطلع لفاصل ونرجع نكمل باقي اخبارنا. تعالوا بقى ناخدكم لحاجة مختلفة تماما، وهي الحقيقة دراسة يعني أنا مش عارفة أقول عليها إيه غير إن هي حقيقية 100%. بتقول إن الست النهاردة بتقضي 4 شهور من حياتها العملية بس عشان تختار الهدوم اللي هتروح بيها الشغل أصلا. يعني مش موضوع بقى إن أنا كمان يومي كله بيروح في الشغل، ده أنا كمان بقضي ربع يومي، فأنا هروح بإيه الشغل يا فرح؟ طب والله العظيم الدراسة دي مجاملانة على فكرة بقى يعني. طبعا يا جماعة انتوا فاكرين الموضوع سهل، يعني انه انا مثلا هصحى الصبح كده خلاص انا عارفة انا هلبس ايه وانا مرتبة كل حاجة. انا اصلا مرتبة من بالليل، بس انا بالليل كنت حاجة والصبح حاجة تانية. برافو عليك. يعني انا بالليل كان اللبس عاجبني جدا، واو، وخلاص انا مقتنعة بيه جدا وعارفة انا هلبس ايه وشايفة ان انا هبقى احلى واحدة في الشغل النهاردة. صحيت الصبح طقم وحش جدا ومش عاجبني، وانا خلاص المفروض مسستمة نفسي او ظابطة المنبه ان انا صاحية قبل الميعاد بتاع الشغل، هو يا دوبك افطر واصلي وانزل. لا، ما هو انا زودت هنا بقى ساعه، فبقى في تاخير عن الشغل بسبب اللبس، بس المهم ان انا ما اروحش شكلي وحش، هو ده المهم يعني. برافو عليك يا فرح. اكدب يعني؟ انا نفسي بجد دلوقتي اسمع رد كل بنت قالت ايه على الكلام اللي قالته فرح ده. قالت الحقيقه. ان انا متاكده ان الكلام ده حقيقي 100%. احنا بالليل بنبقى برايي، وتاني يوم الصبح برايي، واخر النهار ايه اللي انا لابسه ده، ولا ايه اللي عملته في نفسي ده. وده يا جماعه اللي اكدته للاسف الدراسه، قالت ان الست بتقف كل يوم، يعني الست انا هنقول المعتدله يعني متوسط 14 دقيقه ربع ساعه تقريبا قدام الدولاب، عشان بس تقرر هي هتلبس ايه. يعني تقريبا لما حسبوها يومين ونص في السنه، والدراسه دي كمان افترضت ان متوسط الفتره اللي الست بتشتغلها اساسا في حياتها كلها 47 سنه، فبالتالي في منهم 119 يوم قدام دولاب الهدوم بس، وفي الاخر تقول لك انا ما عنديش لبس البسه. لا، هو كده كده ما عندناش لبس يعني نلبسه الصراحه، موافقه جدا ومش معترضه معاكي، بس هي الفكره يا جماعه والله العظيم هي مش بتبقى فينا، هي يعني انا مش عارفه اقول لك ايه، هو الموضوع ان انتوا عاملين زوم عليه قوي، بس عادي يعني احنا ما نقدرش ننزل شكلنا وحش يعني، او انه اي حاجه على اي حاجه، احنا عكس الرجاله، ما بقولش ان الرجاله تنزل شكلها وحش، بس الموضوع بسيط عندهم، يعني تي شيرت على بنطلون، تي شيرت على شورت وباي باي،
باي سلام عليكم انا نازل وخلاص، او شميز على بنطلون بتاع البدله لو بيشتغل في بنك او بيشتغل في شركه كبيره. لكن احنا الموضوع معانا مش كده جدا، يعني انا معقول هلبس تيشرت وبنطلون وانزل؟ يعني ما هو ده مش منطقي. برضه هو عنده تيشرت واحد ابيض وتيشرت واحد اسود، لا او 50 تيشرت بيضه و50 تيشرت سودا. أيوة بس نفس الديزاين. أيوة نفس الحاجه فاهمه. لكن احنا لا طبعا، عندي تيشرت بيضه نص كم هنا والتانيه هنا شويه والتانيه هنا، وبنعرف نفرق بين الثلاثه طبعا. هو بالنسبه للراجل لو شاف الثلاث تيشرتات هو بالنسبه له ده نفس الشيء، ده كله ده نفس الشكل، بس احنا بالنسبه لنا السنتي بيفرق معانا جدا. ولا ايه رايك بقى؟ لا طبعا عندك حق، انا معاكي جدا في الموضوع ده. وانا اساسا مثلا واحده من الناس زي ما انت بتقولي كده، عندي كذا يعني نفس اللون عندي منه كذا ديزاين، ونفس الشكل عندي منه كذا ديزاين. انا شخصيا ساعات بقول هو انا لما بفتح الصور يا فرح بقول هو انا لبسي كل واحد ولا انا اللي مش واخده بالي؟ بس انا عارفه افرق، انا عارفه افرق بين كل، بس ما حدش عارف يفرق. انت فاكره ان اللي هيتفرج هيقول ايه؟ هي متصوره بنطلون اسود في كل الصور، ما عندهاش غير بنطلون اسود واحد. والله لا يا جماعه، وفي اختلافات بس انتوا مش واخدين بالكم، واحد قماش وواحد مش عارفه فيه ماتيريال ايه، واحد عفيفه وواحد جلد، بس انتوا مش واخدين بالكم يا جماعه من الفرق. صح يا فرح. طيب احنا معانا دراسه كمان، الدراسه دي برضو بتقول حاجه مهمه جدا وبتنصف المراه كالعاده. دي الدراسه يا جماعه مش انا ماليش دعوه، وهي بتقول ان ردود فعل اللي بتاخدها لما بتتعرض للفشل الست بيبقى مختلف تماما عن الراجل. يعني بس قبل ما نروح لتفاصيل الدراسه دي، يعني خليني اسالك يا هايدي، عمرك تعرضتي بعد شهر عليك طبعا في حياتك لو ما كنتش تعرضتي، بس عمرك تعرضتي لفشل خلاكي كده تحسي ان انت بني ادمه مهزوزه او هيزيتيتد من جواكي؟ هيزيتيتك حلوه دي عجبتني. بصي فشل لا الحمد لله مش فشل بمعنى الكلمه، بس ممكن احس ان انا يبقى مش الغلط عندي ولا الخطا مني، ومع ذلك الوم نفسي كتير جدا، اقول ايه ده؟ هو انا فعلا انا غلطت في الموقف ده؟ هو انا فعلا ما تصرفتش التصرف الصح في الموقف ده؟ طب انا مثلا لما كنت لو انا في الموقف ده والانسان اللي قال لي الكلام ده هو صدر لي طاقه ان انا غلط او ان انا فاشله في الموقف ده، بيكون الغلط مثلا مش مني. بس بعدها لما بتكلم مع حد يا فرح يقول لي لا انت غلطانه، هو فعلا الشخص الطرف الثاني ده هو اللي كان غلطان مش انت. بس بلوم نفسي، بحمل نفسي ذنب، بقعد عارفه انت طول الوقت افكر في الموضوع وبيبقى عليا هدك في التفكير. فانا مع الدراسه دي ان فعلا الست النهارده بتلوم نفسها بشكل كبير جدا جدا، لان فعلا الراجل بيرمي ورا ظهره على طول. يعني لو هو مثلا اخطا او حس بفشل او حصل اي حاجه تعرض ليها، مش من النوع اللي بيقعد يفكر 50,000 مره في الموضوع. احنا للاسف الشديد، وده حاجه غصب عننا لان احنا بنفكر كتير جدا، لو تعرضنا لفشل يعني احنا سبب فيه او مش سبب فيه بنقعد نفكر كتير جدا في الموضوع. هل انا السبب زي ما هايدي قالت؟ هل انا اللي مسؤوله عن ده؟ طب انا كنت المفروض اعمل كذا، طب يا ريتني كنت رديت بالطريقه دي. وممكن نبدا 3-4 ايام ما بننامش لمجرد ان احنا بنفكر في الموضوع، وارجع اعيد السيناريو بقى من اول وجديد. انا كنت المفروض ارد بالطريقه الفلانيه على كذا. أيوة. انا كنت المفروض ابعت كذا، انا كنت المفروض ما انزلش الوقت ده. بنفضل نعيد مع انه خلاص اللي عدى عدى، يعني مش هينفع ان انا ارجع الموقف تاني او اعيد ترتيبه، هو خلاص حصل. طيب تعالوا بقى اقول لكم الدراسات العلميه بتقول ايه في الكلام ده كله. الدراسه اللي معانا النهارده هي دراسه اتعملت عن جامعه باريس. النتائج بتاعتها قالت ان الستات في حاله فشلهم بيكون رد فعلهم زي ما هايدي قالت فعلا، ان هما بيلوموا نفسهم بشده شديده على الفشل ده، بعكس الراجل تماما. اللي اول حاجه بيعملها لما بيتعرض للفشل انه بيرجع الموضوع ده لسوء الحظ. يا سلام، عادي ما توفقتش المره دي، ربنا مش رايد، ربنا مش كاتب، انا ما غلطتش، حصل خير، اقلب الصفحه واللي بعده على طول. عكسنا تماما، بنقعد سنين السنين عشان نقدر نقلب الصفحه للاسف الشديد. صح، بنقعد نفكر كتير جدا، ودايما ست بتحاول تدي مبررات لكل اللي حواليها ما عدا نفسها. المهم يعني ان الدراسه دي ما اتعملتش على عدد قليل خالص، هي العكس، اتعملت من فريق بحث كبير جدا، استخدم بيانات اكتر من تقريبا 500,000 طالب في 72 دوله. يعني رقم كبير جدا، واكيد النتائج دي خرجت من الدراسه الحقيقيه. انا لما فرح سالتني السؤال بشكل يعني عفوي جدا، لقيت نفسي لا انا فعلا من ضمن ال 500,000، انا فعلا بلوم نفسي اكتر ما بفكر ان اللي قدامي ممكن يكون هو اللي غلط او الفشل بتاعه هو اللي انطبع عليا. مش حاجه غلط ان الواحد يدخل في حاجه ويراسك ويفشل طبعا، مش لا مش حاجه غلط، بس برضو لازم يفكر كويس جدا جدا ايه اللي خلى الموضوع يفشل عشان ما يتكررش تاني. بالظبط، لكن ان احنا ندخل حاجه ونفشل ده مش عيب، لان انت دخلت وحاولت. وانا ما بحبش كلمه فشل، وانس انك دخلت او اول انك دخلت
ده في حد ذاته مش فشل، انت حاولت ربنا ما وفقكش او ما كانش ليك حظ كويس في الموضوع ده عادي جدا، بس انت مش فاشل، انت حاولت وعملت اللي عليك. عشان كلمه فشل دي بتبقى كلمه كبيره جدا 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 بتعود الى الشخص اللي ما بيتحركش من مكانه او ما بيعملش حاجه او مش بياخد الريسك او مش بيدخل في الموضوع بصفه عامه. لكن انت دخلت وحاولت وما توفقتش، ده نصيب لكن مش هو فشل. ولا ايه رايك في الموضوع ده؟ انا معاكي جدا يا فرح. الفكره كلها في الفشل النهارده، كلمه فشل دي في كلمه كبيره قوي، ولما هنيجي نبص على كل العظماء فعليا في العالم كله هتلاقي كلهم بدأوا من الصفر وكانوا بالنسبة لهم ده فشل، إن أنا النهاردة بدأت في حاجة مثلا. يعني الرجل الأعمال العالمي الإماراتي اللي النهاردة هو صاحب برج خليفة، جه كان طالع في اللقاء قال يا جماعة أنا فشلت، أنا فشلت كتير جدا في إن أنا يعني أعمل خطوة إن أنا أبني البرج، وناس كتير حواليا انتقدوني وناس كتير حواليا قالوا لي هتفشل، بس هو ما خدهاش إن هي دي فشل، هو خدها إن هي ده الطبيعي انه يحصل. هو بني ادم لازم، مش هيكون كل الحسابات موجوده من اول مره ويروح ليها ويقول انا عملتها صح. الطبيعي ان انت تدخل في حاجه وتاخد الريسك، الريسك يعني انت تجازف بقى بوقتك بمجهودك بفلوسك بكل اللي ربنا مديهولك الامكانيات، لان التجربه النهارده هي اصلا اللي بتخليك حتى تحس ان انت عايش. انت لو ما جربتش وما رحتش في الحياه لاقصاها تماما هتحس ان انت عايش ليه؟ عايش عشان تكون آلة، عايش عشان تبقى بس عايش في قصة الروتين، حتى لو انت ربنا مش كاتب لك ان انت تبقى انسان مثلا مجازف او قيادي او انت مدير حاجة، بس انت ممكن كل يوم تعمل مجازفة في حاجة مختلفة بالزبط. عشان تحس بنفسك، عشان تحس انك عايش. يعني انت مش عايش انك بس بتتنفس، لا انت الحمد لله عندك يوم جديد، يعني بدايه جديده، يعني تفاصيل جديده، مش زي امبارح فشلت في حاجه او ما ربنا ما وفقكش في حاجه. عادي جدا. في النهايه عايزين نقول يا جماعه والله ما ينفعش نقيس ابدا اي حاجه بكون الشخص اللي قدامنا ده راجل او ست، لان الاثنين عندهم نفس القدرات وعندهم نفس الطموح ونفس الاحلام برضو. ممكن واحد يكون بيعرف يعمل حاجه احسن من الثاني والعكس صحيح، لكن ده ما بيقلش من الطرف ابدا، طرف على حساب التاني. يعني احنا انا ما بحبش كلمه ست وراجل، بني ادم زي ما قلت لكم في الاول لما كنا بنتكلم عن قصه جوني وامبر، بني ادمين ملهاش علاقه ست توكسيك او راجل توكسيك، ليها علاقه ان ده بني ادم. فخلينا دايما لما نقيس اي حاجه او اي قضيه نقيسها على قدامي بني ادم، شيل بقى موضوع التحيز للست او للراجل، خليك متحيز مع بني ادم اللي قدامك ان هو لا انتوا عايزه يفشل ولا انتوا عايزه يتظلم. بالظبط، انا معاك يا فرح. وبما اننا بنتكلم بقى عن فكره الست والراجل وقلنا مفيش تحيز، بس احنا الحقيقه هنروح لدراسه ثانيه يعني اظن ان هي هتعجب الرجاله شويه لان هي فيها تفاصيل مهمه هتفيد اكيد الست او البنت اللي بتتعامل مع جوزها او خطيبها او حتى زميل ليها في الدراسه او حتى اخوها. النهارده في دراسه اتكلمت كده بشكل كبير قوي عن ايه الصفات، او انا مش عايزه اسميها صفات على قد ما التعاملات او المواقف اللي ممكن تعملها الست مع الراجل وهو ما يحبهاش. بس يعني فرح برضو انا بحب كده اخد رايك بيهمني قوي يا فرح. انت مش عارفه رايي ده عايزه منه ايه كل شويه تسالي عليه. قولي لي انت ايه الصفات اللي ما بتحبهاش في الراجل؟ البخل. بس مش عارفه البخل طبعه ولا صفه، تصدقي يعني هو البخل ما بنحبهوش، سواء بقى صفه سواء طبع ما بنحبهوش. البخل، عدم التقدير طبعا، انه اعمل حاجه وما يقدرهاش او ياخدها او يكتسبها ان ده شيء عادي وان انا المفروض اني اعمل كده، حتى لو شيء عادي كلمه شكرا بتفرق. فالتقدير مهم جدا 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 في حياتي كفرح مع راجل او ست. على فكره يعني مع زميلتي في الشغل او مع صاحبتي او مع جوزي او مع بابايا، مع اي حد في حياتي بهتم بالتقدير جدا، لاني بزعل لما بلاقيش تقدير. البخل والتقدير وبس كده، اي حاجه تانية يعني في وجهه نظري اي حاجه تانية بتتصلح. والكذب. الكذب لا كله الا الكذب يا فرح، كله الا الكذب. طيب احنا بقى هنقول لهم على الدراسه اللي اتعملت. الدراسه دي سالوا رجاله كتير جدا ايه هي زي ما قلت لكم التعاملات او الالفاظ او الكلمات اللي بتكرهوها في الست. هم كلهم الحقيقه قالوا حاجه كده مهم جدا جدا، مع ان انا شايفه ان هو العكس، بس ماليش دعوه، مالكوش دعوه برايي. قالوا ان الست دايما فاكره نفسها صح، وان دايما وجهه نظرها صح، وان الراجل لما يقول لها على حاجه يبقى هو غلط وهي ايه يا فرح؟ صح. ولو دخلوا اي نقاش مع بعض لازم ولا بد تثبت ان هي
صح، وده اللي ممكن يخلي الراجل كده بقى يتعصب ويتضايق ويصمم على رايه في الاخر، وفي الاخر ايه اللي يحصل يا عيني؟ يقول لها انت عليتي صوتك، كان مالكيش بقى حاجه عندي. طب ما فيش حاجه، فيش طلب، وانا اصلا مش عايزه اعمله، كنت بتلكك. بس ده مش كلامنا يا بنات، والله ده كلام الدراسه اللي خدنا منها اجابات الرجاله. تعالوا بقى اقول لكم على تاني صفه قالوها، وهي ان الست تتعامل معاه كانه صاحبتها الانتيم. طبعا ده بيسبب للراجل دوشه وصداع، لان الراجل مش بيحب التفاصيل الدقيقه اساسا ولا الحكايات الكتير بتاعت البنات، ولا هو دي صاحبتي بعتت لي على الواتساب وقالت لي كذا 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 كذا. لا، هو بيحبش كل ده، هو مش صاحبتك، هو عايز العناوين الرئيسيه بس كده. يعني مثلا انا صاحبتي بعتت لي ان احنا مش نازلين النهارده، شكرا باي باي. لكن بقى بعتت لي انها مش نازلين عشان بنت خالتها جات لها، وبنت خالتها حامل وولدت امبارح. لا 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 لا، التفاصيل دي هو بيحبهاش خالص، احنا اللي بنحبها وبنحب نسمعها. أيوة. هم لا. لا، عارفه كمان هو بيكون في رد فعل انا بشوفه دايما الصمت. يعني تلاقي مثلا يا عيني الست عماله تتكلم وتفاصيل، وشفت اللي حصل وعملت كذا وقالت لي كذا وبعتت لي على الواتساب قالت لي تك 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 تك، هو مش معاها اصلا، هو بيسمعها كده وساكت. في الاخر قلت له انت مش سامعني؟ لا لا انا سامعك، بس يعني اديني الخلاصه، ايه الخلاصه بقى في القصه دي؟ المهم ثالث صفه كمان الرجاله قالوها، ان الست دايما بتقارن بين جوزها وبين باباها. ودي بصراحه نقطه مهمه جدا، لان موضوع المقارنه عموما يا جماعه مش حلو، واكيد سواء الاب او الزوج كل واحد ليه مكانه مختلفه تماما، ما ينفعش نقارن بينهم. وانا بعتقد ان اي ست بتعمل كده يا فرح تبقى هي بتظلم نفسها وبتظلم الشخص اللي معاها. متفقه معاكي جدا يا هايدي، بس انا اعتقد ان ده ممكن يحصل في اول الجواز، لان هي حبيبتي بتبقى عايشه طول حياتها مع باباها. يعني ده الراجل بتاعها، وبعدين فجاه خرجت لقت نفسها في بيت تاني، فغصب عنها طبعا المقارنه ما ينفعش، لان ده باباكي بيتعامل معاكي ان انت بنته، ده هنا جوزك بيتعامل انت مراته وحبيبته، الموضوع مختلف تماما. فده بيبقى ظلم لجوزك على فكره، لان هو عمره برده ما هيبقى زي باباكي، انت باباكي المدلله بتاعته، فالموضوع بيبقى مختلف. بس ده بيبقى غصب عن البنات في الاول، عشان برده ما نجيش عليهم قوي، لكن بعد كده خلاص بتتعود ان الراجل بتاعها هو جوزها. صح. اللي هو في البيت ده بيبقى عادي في الاول، ما تجوش على نفسكم عادي يعني. طيب الصفه الرابعه بقى اللي الرجاله قالوا انهم بيكرهوها، ان الست تتعامل معاه على انه الامير الساحر اللي هيحقق ليها كل احلامها. وقالوا ان الست المفروض تتعامل مع الراجل او مع جوزها على انه شخص عادي جدا وطبيعي، وانها تخلي احلامها بسيطه شويه وما تبالغش فيها قوي. انا معاها جدا بصراحه، الراجل مش بس عصايه سحريه صراحة، ولا هو اللي بيحقق احلامك، انت حققي احلامك نفسك واثبتي نفسك، وما تعمليش ابدا ابدا تفاصيل وحاجات بتحمليها فوق الطبيعي للراجل اللي معاكي. الصفه الخامسه بقى اللي ممكن كمان الراجل يعني يكره الست بسببها زي ما قالت الدراسه، ان هو بيحس ان هو في حد تاني اهم منه في العلاقه بتاعته معاها، اللي هو مثلا اولادها او اهلها. فقالوا يعني ان الراجل بيبقى عامل كده زي طول الوقت الطفل، او بيبقى مستني الاهتمام الكامل من مراته، وعايز يحس ان مراته مدياله كل الاهتمام ده حتى لو كان اللي في القلب مختلف. وطبعا الست دايما يا فرح تبقى أولادها عندها رقم واحد، بس ده مش معناه ان هي تهمل جوزها، زي ما قبل كده كنا اتكلمنا في حلقه بشكل يعني قد كده عن الموضوع ده. الاهمال مرفوض تحت اي طرف من الظروف، من الطرف ده او من الطرف ده. خلينا بقى نروح الصفه الخامسه، ان الست تفضل تطلب الحاجه اكتر من مره من جوزها، زنانه يعني وتفكروا بيها كل شويه. الرجاله اللي في الدراسه قالوا انهم بيبقوا عايزين الست تقول له الطلب مره واحده بس، وتسيبه بقى هو يحدد الوقت، الطلب بتاعك والوقت بتاعي، ده مبدا الرجاله. خلاص انت مش طلبتي براحتك، لكن الوقت ده انا اللي عامله، ومعرفش بقى ينفذه ولا لا يعني، الله اعلم. غير اللمبه بس مره واحده. مره واحده لازم تتقال 100 مره. طيب الصفه بقى السادسه، ان الست بتهاجم سواقه جوزها او تنتقده فيها وهي راكبه جنبه. يعني انا بصراحه شايفه ان الموضوع ده غريب قوي، لان الرجاله يا جماعه هو اصلا سواقتهم لما بيحبوا يوتروا الست اول حاجه بيعملوها ان هم بيسوقوا بسرعه جدا. أيوه. اساسا فهم اجمعوا ان الموضوع ده بيجننهم، وان لما بتكون مراته قاعده جنبه كل شويه تقول له حاسب، لا دوس فرامل، لا في حد بيكسر عليك، مع ان والله الراجل اللي بيعمل كده لو هو قاعد جنب مراته ما بيسيبهاش اصلا تسوق. والله اه فعلا، حاسبي اوعي هتخبطي، انت مش شايفه كويس، بطلي تمسكي التليفون. هو الموضوع بصفه عامه، والانسان سايق ما بيحبش حد يعلق عليه، لان السواقه عموما موتره. لما بتكوني سايقه وحد جنبك يفضل يعلق على سواقتك،
بطلي اوعي فرامل البنزين ده بيوترك جدا، او كلمه حاسبي دي هاي دي مصيبه، لان انت بتبقي حاسبه فعلا، انت فعلا بتبقي شايفه، فلما حد بيقول لك حاسبي انت بتفتكري، او بيقول لك حاسب انت بتفتكر او بتفتكري ان في حاجه انت مش شايفها، فلا قدر الله ممكن الكلمه دي فهم تسبب في حوادث. صح. لانك بتتوتر، بتدوس بنزين اكتر، بتدوس فرامل اكتر، يعني بتعمل حاجه عكس المفروض تعمله. لكن يا جماعه في النهايه ده مش كلامنا والله، دي دراسه عملها موقع فاميلي لايف، هو اللي قال الكلام ده كله. يلا بقى نقول عندنا ايه النهارده؟ يلا بينا نقول عندنا ايه النهارده. يعني بقى انتوا عارفين ليله الخميس الجميله لازم كلها غنى وفرفشه ودلع وكده، نبقى قاعدين متسلطنين في البيت. بعيدا بقى عن كل الدراسات والحاجات دي، احنا النهارده عندنا ايه؟ قررنا زي ما قلت لكم بما ان النهارده نهايه الاسبوع كده، يكون معانا فقره مهمه جدا جدا، وهو فنان مهم قوي قوي قوي، وان شاء الله كده نسمع صوته ونستمتع بيه، المطرب الجميل ادهم عاصم. هيحكي لنا تفاصيل اكتر عن نفسه وهيسمعنا، وبعدين يعني ادهم عازف كمان شاطر قوي، جيتار وعود، وانا سمعت عنه كلام حلو قوي. احنا حبينا الموضوع ده قوي يا جماعه بصراحه، وبقينا نحب ننهي الاسبوع بتاعنا بحاله مبهجه كده ليكم. يعني كفايه اخبار بقى طول الاسبوع، هنيجي اخر الاسبوع مزيكا ونفرفش شويه، ويك اند بقى ان شاء الله يبقى ويك اند حلو عليكم وتقضوه مع عيلتكم واصحابكم وانتم مبسوطين. خلينا بقى نروح فاصل سريع جدا ونرجع مع مطربنا الجميل ادهم عصام. وصلنا بقى للفقره اللي مستناها انا وهايدي من الاسبوع للاسبوع، عشان خلاص الويك اند بقى، يعني كل سنه وانتم طيبين ويا رب يبقى يومين حلوين كده وترجعوا الشغل عندكم طاقه. طيب فقره الغنى عشان نختم معاكم الاسبوع كده زي ما قلت لكم، وجوانا طاقه حلوه للويك اند، عشان كده منورنا النهارده في استوديو انتي ادهم عاصم. بصراحه ادهم من الاصوات الجميله جدا جدا ما شاء الله، يعني كان الاول بيغني في فرقه وبعد كده استقل مع نفسه بقى بيغني اغانيه الاوريجينال لوحده، نزل اغنيه اسمها نيه صافيه، اول اوريجينال بتاعته لوحده، يعني ما شاء الله والف مبروك وبنرحب بيك مبدئيا. مبسوطه انا معاكم النهارده. ميرسي ادهم، ربنا يخليك، احنا مبسوطين اكتر. منورنا، وبعدين انا مبسوطه قوي ان انت بجد فعلا خدت خطوه انك تعمل اغنيه خاصه في ظل طبعا كلنا عارفين الازمه الانتاجيه بتاعت المزيكا، فقدرت تاخد الخطوه دي ازاي وتعاونت مع مين؟ احكي لنا كده عن الاغنيه دي. الخطوه دي كانت في بالي من سنين يعني، بس كنت كل ما اجي اعملها طبعا الانتاج وظروف الفلوس تلاقي عقوبات يعني. طبعا. فلحد من فتره قريبه عرفت انا يعني اكون شويه فلوس وبتاع، فقلت لا لازم اخد الخطوه دي، انا كنت محتاجها من زمان. وهي كلام محمود هشام ولحن خالد حلمي وتوزيع زياد ياسر. ما شاء الله. ممكن نسمع منها؟ بس اقول لك يعني نسمع منها حته. اوكي احنا كنا نقولها بلاي باك دي، بس ممكن نقول حته منها وبعد كده نقول. طيب نقول نيا صافية نلاقيها فين، خلق واطية ومش ناقصين، كل واحد عامل ملاك بس هما في الحقيقة تعبين. بص جنبك مش هتلقى حد كله بايعك، ما تأمنش بجد مهما قالوا انهم باقيين، اللي بايعك انت بيع كمان، واللي شريك شيله جوه العين وعيوم تختار من الاتنين. نقولها كامله بقى في البلاي باك. نسمعها نسمعها في اخر الحلقه ان شاء الله. طب قول لي يا ادهم، انت بدات ازاي الموضوع كان معاك؟ لان انا عارفه ان انت اساسا دارس الحقوق، فخدت النقله ازاي للمزيكا؟ واحكي لنا من البدايات. انا البدايات كانت في الجامعه، مسرح الجامعه والكورال، فهي دي كانت بدايتي والمسابقات. وبعد كده وانا في الجامعه ابتديت اشتغل في المحلات بقى بالليل وفي الاوتيلات، ودخلت مع دكتور محمد عبد الستار، كان برضه هو خدني من الجامعه الفرقه بتاعته موسيقى عربيه. وفضلت معاه شويه بقى لحد ما كان حلم حياتي ان انا اخش المعهد يعني. فخلصت حقوق وطرت على المعهد بقى على طول يعني. طيب انت بتعرف تعزف وتغني، هل فكرت تستقر على حاجة واحدة فيهم أو تديها وقتك كله ودراستك وكل حاجة، ولا حابب أو قادر تعمل يعني الاثنين؟ أنا العزف بالنسبة لي يعني حاجة بكمل بيه الغنى يعني. يعني أنا بعزف جيتار من قبل ما أخش المعهد، العود اتعلمته في المعهد.
بس هو ده فادني طبعا في في الغنى وفي المقامات، بس هو كعازف بروفيشنال ويبقى تخصص ليا ولا يعني لا مش حابب يعني الغنى بالنسبه لك احسن. هو ضبي يعني بنساعد بعض كده حاجات مكمله عشان انت بس تساعد نفسك في الغنى وتتبسط اكتر. طيب يا ادهم، يعني احنا شفنا بقى ان انت ليك كده اغاني قديمه بتحبها ودايما بشوفك بتعمل كفرز لاغاني قديمه. انا في اغنيه عن نفسي شفتها ليك حبيتها قوي نفسي اسمعها منك، مش عارفه هينفع على الجيتار ولا لا. نعمل اي حاجه. ورده. أني واحدة؟ العيون السود. ممكن نقولها، نقولها دي من غير جيتار. وعملت فينا السنين، عملت فرقتنا، لا غيرتنا، لا 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 لا، ولا دوبت فينا الحنين السنين، لا الزمان ولا المكان قدروا يخلوا حبنا ده يبقى كان، يبقى كان الزمان. وبحبك والله، بحبك والله والله والله، بحبك قد العيون السود، بحبك تيرارا وانت عارف، ما انت عارف قد ايه كتيرة وجميلة العيون السود في بلدنا يا حبيبي. بحبك والله، بحبك والله والله والله، بحبك قد اللي فات من عمري، بحبك وقد اللي جاي من عمري، بحبك وشوف قد ايه، شوف قد ايه بحبك. الله الله. طب انا عايز اسالك سؤال بقى، يعني احنا دلوقتي سمعنا اغنيه نية صافية، يعني كلماتها كده وهي كانها ان هي بتوصل رساله لحد، يعني الكلام اللي فيها انا شخصيا لما سمعتها حسيت كده، هل انت بتوجه رساله لحد عن الاغنيه ولا بس ده مجرد؟ لا لا مفيش، بس هو كان الكلام اصلا كنت انا عايز اعمل اغنيه يعني حاجه تبقى يعني كاتشي على الودان، تبقى فعلا. الناس كان كنت متردد الصراحه ان هي في الكلمه الاولانيه، بس بعد كده قعدت ادور لقيت ان في لا في تترات اتعملت فيها بنفس الجمله، لا فيها كلام اتقال كده. بس يعني دايما لما حد كده بيبقى اغنيه ليه بيبقى بيحسس ان هو بيغنيها من قلبه وكان الكلام ده موجه لحد. ده دي كانت ده عادي بس الكلام عشان تبقى كاتشي يعني. بالظبط. فهمتك. طيب احكي لنا كده يا ادهم بقى، انت كنت بتغني مع فرقه، ودايما كل فنان او مطرب بداياته بتكون عن طريق فرقه عشان يعني يسقل موهبته ويمارس والخبره والتفاصيل دي كلها. النهارده فرق معاك اللي انت عملته، ولا انت حسيت ان انت مثلا لا انا يا ريتني استقلت من زمان وما بقتش بغني في فرق؟ هو لا فرق معايا جدا جدا، بالذات الموسيقى العربيه. انا اصلا يعني انا اصلا في الاساس موسيقى عربيه، تمام، يعني فرقه طرب وكلاسيك يعني ده الاساس بتاعي من زمان يعني. بعد كده دخلت مع استاذ صلاح الشرنوبي، كنا فرقه شرنوبيات طبعا، فقعدت فيها طبعا سنتين ثلاثه حبيبي ده. طب هو كمان اكتر حببني في جورج، انا جورج وصوف بحبه من وانا صغير، كنت بقعد اقلده كمان في الشغل. جورج وقفتني السلك المايك على ايدي وبتاع انا اول ما دخلت الكليه يعني. جورج بعشقه يعني، حتى صاحبه السعاده غنت له، كان عاملين بروجكت كده، كان مع ايامنا الحلوه اكيد. غنت له مايسترو محمد عثمان. طب غنينا حاجه من جورج؟ لازم ماشي، نفس الاغنيه ولا حاجه ثانيه؟ انا لا اللي انت عايزه اي حاجه يعني، تقليد اكتر منها غنى اداء. لا لا هغني عادي. احنا هنا غنى النهارده الخميس يا ايدي، احنا هنغني ولا نفس الاغنيه ولا تحبوا حاجه ثانيه لجورج؟ انتوا بتحبوا له حاجات ثانيه؟ خلينا نفس الاغنيه عادي. اوكي يلا نفس الاغنيه.
كلام الناس لا بيقدم تررر ولا يأخر، كلام الناس ملامة وغيرة مش أكتر. وليه يا حبيبتي نسمعهم؟ أنا عاشق بسمعهم. وليه يا حبيبتي نسمعهم؟ أنا عاشق بسمعهم. عيوني محد يمنعهم ولا بالوهم هتأثر بكلام الناس، كلام الناس، كلام الناس، كلام الناس، كلام الناس، لا 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 بيقدم ولا يأخر. ليه يا حبيبتي نسمعها. طيب احكي لنا بقى عن كواليس مشاركتك في حفلة تكريم الشهداء والشرطة وابطال المسلسل بتاع الاختيار، يعني حسيت بايه كده وانت بتغني؟ وفكرنا بحاجه من اللي انت غنيتها. كانت مع ايامنا الحلوه برضو، انا لسه مع في فرقه ايامنا الحلوه. انت لسه معاهم سبتهم؟ هي كانت كانت كواليسها غريبه كده، بس هي كانت اغرب حاجه الدخول بتاعه واحنا داخلين على البرتكاب ده. كانت اول لقطه كنا كلنا مع ان كان الموضوع كله بلاي باك، بس كان كله مربوب كده. اتكلم في ايه؟ موضوع مختلف يعني. مختلف تماما بقى. وبروفات، احنا بنعمل بروفات يعني كتير بقى. طبعا. لا ده احنا كتير، وكل يوم من الصبح بالليل يعني طلع عنا يعني. ويوم العرض نفسه ده يعني كنا من احساس منفجر. العرض كان مختلف. طبعا في طبعاً. رهبه كده وخوف وما ينفعش تغلط بقى لا خالص، احنا كنا يعني في الامان، احنا بلاي الحمد باك الحمد لله. الممثلين بقى هم اللي كانوا على الهواء. الله يعينهم بصراحه. هم اللي كانوا على الهواء. لا انا عايزه اوجه بجد تحيه كبيره للمايسترو محمد عثمان. يعني ده حبيبي، ده طبعا قائد ايامنا الحلوه. يعني اكيد اكيد النهارده انت لما بتكون زي ما قلت لك في وسط كده قامات وناس بتغني وطرب، تكتسب كمان خبرات كتير قوي. بس عمرك سالت نفسك يا ادهم كده وانت قاعد، هو وانا ليه بحب الغنى؟ انا يعني لما فكرت في الموضوع ده لقيت ان انا اصلا من وانا صغير انا كانت امي دايما هي يعني احنا البيت كله فني سميها. بس بتسمع حاجات غريبه يعني، فهمت؟ تجيبني كده وانا صغير، طب ادهم المسلسل ده الاغاني اللي جوه حلوه مش التتر. الاغاني اللي حلوه اللي جوه المسلسل، اللي جوه المسلسل مش التتر. التتر كده كده معروف يعني. حاجات بقى ابو العلا البشري مثلا، حاجات يعني مسرحيات فيروز، ميسرين بقى، بطره بتاع، الاغاني اللي جوه، فهي التفاصيل. لا أنا امي اللي جوه. لا امي مش طبيعيه قوي. وعندي موسيقيين كتير في العيله وناس بتغني يعني كمان. يعني صوتها حلو طنط. بتغني صح. ابويا اللي صوته حلو يعني. وراثة. بتغني صح يعني سميعه. محمد ثروت برضه قريب يعني، اللي هو مطرب. اصل فرح ما كانت بتسالني وايه الفرق بين الصوت الحلو وبين اللي حد بيغني وخلاص. بيغني صح. بيغني صح. فبقول لها الودن مش الخامه الصوتيه. فهو قال لك ماما بتغني صح. بتغني صح. ما فيش يعني ما فيش نشاز ده خالص عندنا في البيت. هي كبيره طنط، والمره الجايه بقى تجيبها معايا تغني لنا حاجه. سنين محمد ثروت قريبك، دي معلومه مهمه جدا يعني، انا بحبه جدا جدا وبنوجه له تحيه كبيره جدا على اخر اغنيه حلوه قوي نزلها برضو. طب ما تغنينا منها حته ولا مش حافظها؟ مش يعني خايف ابوظها، مش حافظها. خلينا نسمع حاجه ثانيه. طب خلاص خلينا نسمع حاجه ثانيه. بس كلمنا عن المفاجاه دي، مفاجاه يعني ان هو قريبك. يعني استاذ محمد كمان هو فنان 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 بجد طبعا يعني. لا دي يعني حاجه ما فيهاش كلام طبعا. من صوته لحد النهارده ماسك نفسه ما شاء الله. طب ما فكرتش تغني معاه حاجه او لا خالص؟ ما جاتش فرصه يعني. خالص. بس يعني نفسي يعني ده لو حصل طبعا ان شاء الله. ربنا يديك الفرصه. لا ما شاء الله عليك. طب سمعنا حاجه على الجيتار، بس انا عايز اسمع بالجيتار. صدقيني لو بقيت كنت اشيل بين وريد، كنت انور عشان تقيل، كنت اشق لك حجر واعدي بيكي، كنت اطفو من الدنيا اخرها، كنت ابقى نجمك في ليلها، كنت ازيح هموم الكون بكفي واخدك في حضني تستخبي تلقي خوفك امان. سيرينا يا دنيا سيري بينا يا دنيا، سيرينا يا دنيا سيري بينا يا دنيا، سيرينا يا دنيا سيري بينا يا دنيا، سيرينا يا دنيا سيري بينا يا دنيا. دي كانت
قلب الدنيا الفترة اللي فاتت. هو أحمد سعد كمان مكسر الدنيا طبعا. يعني تحسك حلو بجد يا أدهم، يعني إحساسك حلو. طب أنت النهاردة كده لو قلت لك أنت بتحب مين الموجود فنانين بالنسبة لك هم أو نفسك تعمل معاه أغنية مثلا دويتو؟ شيرين. شيرين؟ شيرين يا نهار اسود بموت شيرين. صوت مختلف يا جماعة، مش حد بيغني ما بيحبش شيرين. ما بيحبش شيرين، صوت شيرين مختلف. لا. حاجة تانية خالص يعني. يعني لا في حاجات تفاصيل كده شيرين يعني كده على الله كده بتقولها حلو، يعني تفاصيل كده حلوة يعني ركوزات حاجات حروف يعني حاجات فنية. لا شيرين بتغني حلو قوي قوي كمان. مش مجرد ان يعني لا والأغاني عبقرية يعني كل حاجة يعني تحب تسمع الأغنية كتير ما تزهقش. طبعا لما تسمع أغنية لشيرين ما تزهقش أبدا. يا حبيبتي شيرين ده اللي نفسي يعمل ان شاء الله تحقق حلمك باذن الله. احنا بحس ان يعني ان برنامج انت وشه حلو، اي حد بيجي يقعد على الكنبه دي ان شاء الله ان شاء الله وشنا حلو يا رب. طب احنا بقى عاملين لك مفاجاه وقول الو. الو الو ايوه مساء الخير. مساء النور. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. معقول مش عارف الصوت؟ بحاول اجمع اتكلم تاني كده. المفاجاه قويه يا استاذ محمد. يا اهلا وسهلا. اهلا اهلا بحضرتك منورنا استاذ محمد ثروت. استاذ محمد ثروت. يا استاذ محمد اهلا. اهلا بحضرتك. ازيك يا حبيبي؟ ازي حضرتك اخبارك ايه؟ الحمد لله الحمد لله. استاذ محمد انت منورنا وكلنا هنا طبعا يعني مبسوطين جدا من المكالمه الجميله دي. فنان عظيم وقامه كبيره وانسان على المستوى طبعا على المستوى الشخصي نفتخر ان هو بجد مصري واعمال خيريه وكل حاجه موجوده ما شاء الله. كلمنا بقى عن ازاي حضرتك استاذنا اخبارك ايه؟ ازيك يا حبيبي الحمد لله الحمد لله خير. كلمنا بقى عن ادهم وعن دعمك يعني ليه وايه راي حضرتك في المسيره الفنيه دلوقتي وشايف ان ايه الطريق الاصح دلوقتي ليها؟ ادهم صوت متميز وحلو وبعدين مذاكر كويس. وانت عارفه ان احنا قرايب ولا لا؟ ما محمد أيوه. لسه ادهم لسه قايل لهم حالا. وقال لك صله القرابه؟ لا ما قالش صله القرابه لسه، بس احنا نحب نعرفها. يبقى استاذ محمد يبقى ابن خال والدي. ايوه صح كده. عاصم اشد. طبعا 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 طبعا. طيب استاذ محمد لو هتقدم نصيحه النهارده لادهم في بدايه الطريق كده، هو ما شاء الله عليه عامل يعني شغل كتير، بس لازم الواحد دايما يسمع من طبعا الاكثر خبره وكل حاجه، يعني فحضرتك تقول له ايه؟ لا شوفي هو ادهم مش محتاج نصيحه لان هو جمع ما بين الاثنين، جمع ما بين التراث يعني هو كموسيقى عربية. ده مسألة مش متاحة لكتير من الشباب. فهو كمان قدر ان هو يعني يبقى له شخصيته المستقلة. فاللي عايز اقوله له انه ربنا يوفقه واختياراته بس هي اللي هتحدد مرحلته اللي جاية زي كلنا ما ابتدينا، انما هو الحقيقة ما شاء الله عليه يعني. استاذ محمد الله العظيم يعني انا فرحان جدا 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 والله ان انا اسمع صوتك النهارده وحياه ربنا وكلامك ده شهاده والله العظيم يا استاذ محمد. طيب استاذ انا بقول الحق ربنا يخليك عشان انت قريب يعني. ربنا يخليك يا استاذ محمد. هو لا هو الحق شهاده ربنا يخليك يا استاذ محمد والله فرحتني جدا والله العظيم. الجمهور ما عندوش قرابه خالص. انا جيت مصر هنا وما هقول مين قريبي بقى يعني على راي نجيب الريحاني لما الكارت اتحرق في جيبه ودخل على سليمان نجيب فقال له خلاص وسطتنا دلوقتي ربنا الوسطه دي تنفع عندكم وخلاص دي اهم وسطه في العائله دي اهم وسطه في العائله وسطتنا ربنا خلي بالك صح طبعا صح طبعا ونعمة بالله الفن بالذات فعلا. طيب استاذ محمد مش هتنزل بقى اغنيه جديده كده حلوه زي الاغنيه اللي نزلتها السنه اللي فاتت اللي كانت كل الشباب ما بتسمعش غيرها وانا كنت فراقي وانا كنت في العربيه طول الوقت مشغلاها صراحه يعني هتنزل حاجه قريبه باذن الله باذن الله قريب جدا جدا هتسمعي طيب ان شاء الله ان شاء الله احنا اول ناس مستنيينها وان شاء الله نسمعها في برنامج طبعا. طب عايزين طبعا. نسمع بقى كده يا استاذ محمد حصري يعني ان شاء الله هيكون التعاون مع مين؟ مؤخرا كان مع طبعا الاستاذ محمد رحيم الجاي بقى ان شاء الله برده معاه في عبايه عامل معاه حاجه وعامل مع مديان وعامل مع رحيم تاني ان شاء الله ان شاء الله يعني نتمنى ويعني برضو حضرتك معلش بقى انا بستغل وجودك كده معانا على التليفون وعايز اسمع رايك اخيرا عن فكره الموجه دلوقتي الموجوده سواء مهرجانات او اغاني شعبيه والالفاظ والكلمات اللي اكيد يعني كلنا اكيد بصي بقى هقول لك على حاجه انا مش مناظر ولا انا ناقد ولا انا عمري اتكلمت على حد ولا ليا دعوه باللي بيحصل ده. الجمهور مش قاصر، الجمهور يسمع اللي هو عايزه
انا مش يعني مش من هواة الخوض في الكلام ده ولا هيفيد. يعني اذا كنت انت بتتكلمي كده فانت بتعرفي الناس على يعني معرفش يعرف. يعني انتوا لو بتتكلموا عن الفنون الكويسه زي ما بتتكلموا عن الفنون اللي انتوا ضدها كان زمان الفنون الكويسه ركبت. طبعا طبعا، واحنا بندعم كل ما هو هادف. لا انت اتركي بقى الكلام ده، يعني سيبيه. يعني اما يبقى تلميذ مثلا عامل حاجه شاذه عن الفصل، مع اشوف الواد بيعمل ايه، طب خلاص ولفتي النظر بيه. صح صح، لما تشوفي الشاطر ما تشوفي الحلو، ما تشوفي المؤدبه، ما تشوفي اللطيف، ما تشوفي اللي جايب لي كلمه حلوه، ما تشوفي اللي بيحافظ على احساسي. اشمعنى دايما يعني اشمعنى بنركز على كده ليه؟ مش فاهم. هقول لحضرتك لان استاذ محمد ايه رايك في مش عارف ايه؟ مش هقول رايي طبعا. ولا ايه يا ادهم؟ بالظبط يا استاذ محمد. طبعا هو فعلا لو احنا فعلا بنركز على الفن من هنا. مش عارف قال عليا ايه، طب وده كلام يا جماعه. لا احنا كفايه ان حضرتك كلمتنا، يعني احنا حاسين ان احنا مبسوطين جدا دلوقتي. انا ما كنتش متخيل والله العظيم، انا ما كنتش متخيل وحياه ربنا المكالمه دي خالص. والله العظيم ما كنت متخيل. حضرتك فرحتني جدا والله العظيم. ربنا يفرحك يا حبيبي، ربنا يوفقك. ربنا يخليك. احنا بجد اتبسطنا جدا واسعدتنا يا استاذ محمد، ودايما كده ما شاء الله عليك قامة في الفن وفي كل حاجه يعني انسانيه. ممكن اغني له حاجه بقى يا مستعجل فراقي؟ دي اغنيه جميله. انا الكلام بس ممكن يعني يقع مني، فانا ممكن اقول له قول حاجه ثانيه. خلاص بلاش طبعا. من غربتك في ديار اهلك وغربتك في بلاد الله، لو ضيق عندي الزهزه لك مش ترمي كله تجري وراه. مين اللي ما يحبش فاطمه؟ مين اللي ما يحبش فاطمه؟ حبيبي يا استاذ محمد. جميل يا ادهم ما شاء الله عليك، وزي ما انت قلت لك انت ما شاء الله احساسك حلو، وانا بصراحه بشوف ان الفنان الاحساس بتاعه اهم كمان من الاداء الصح. فانت واخد كده من القديم اي طريق؟ تحب تسمع لمين؟ انا بحب حليم حب غريب يعني. يعني انا مع اني انا ما غنيتلوش كتير، يعني كنت في المعهد دايما في فرقه ام كلثوم، كنت انا المتخصص عبد الحليم بالذات يعني. بس ما كنتش بتيجي فرص كتير ان انا يعني اغني له. غنيت 3-4 مرات، كان دايما عبد الوهاب يعني. بس انا حليم بحب صوته، بحب غناه. غناه صعب على فكره، صعب جدا يعني. اللي كان في ناس تقول ان حليم مش عارف ايه وغناه، وكان في مطرب، لا بس عبد الحليم بالذات غناه صعب. وفيروز يعني بحب الاثنين دول قوي يعني. ان شاء الله تكسر الدنيا قدام وتبقى كده يعني كل الناس بتسمع اغانيك ان شاء الله. ربنا يخليك. طيب مشاريعك الجايه بقى، او لو عندك اغنيه جديده هتنزل بتكلمني، بتحلم على انهي لاين تكون موجود او على انهي خط تكون موجود؟ عشان انا نفسي اغني بسطة يعني. نفسي ابقى انا يعني في مفيش مطربين رجاله كتير بيغنوا على اوركسترا يعني. هم اللي عندنا في مصر دايما هم انغام شيرين، فقليل قوي لما هتلاقي ممكن يطلع يعمل حد يعمل حفله وبعد كده يبقى هو فانا نفسي يبقى انا اخد الخط الطريق ده. وعايز اغني بقى كل حاجه يعني، انا في دماغي اغني كل حاجه يعني، مش هختار حاجه لون معين افضل ماشي فيه بس يعني. عادي شعبي اللي هيليق عليا، الاغاني العاديه، هاوس يعني كله. بس ده انت مش ما تخافش منه يعني؟ ما تخافش ان انت يبقى ما فيش ليك هويه؟ مش عارف، بس انا حسيت انا شايفها زي ما في ناس كتير بتعمل كده يعني. ناس في كتير. يعني طبعًا زي طبعًا. يعني اعتقد ان ده العادي اصلا يعني. يعني في تامر عاشور، وفي ناس كتير بتبقى بتغني هاوس وبتغني دراما وبتغني أكيد مع طبعا. انت قصدك الوان موسيقيه مختلفه يعني. بتغني الشعب اللي ليق عليهم زي تامر حسني عمل مثلا ميت وش طبعًا. فانا عايز ابقى انا برضو يعني مش محطوط في حته معينه ان انا مثلا بغني مثلا دراما بس او طرب. لا طرب بس لا. طب انت بتلاقي نفسك فين اكتر وانت بتغني يعني؟ انت بتحس ان انا بغني كده من قلبي، او انا مبسوط اكتر وانت بتغني ايه في الشغل بالليل؟ لما كنت بشتغل بالليل يعني اللي بيريحك اكتر حاجه يعني. اكتر حاجه كنت بحبها هم الناس كانت بتيجي تسمع يعني. فبغني كل حاجه بقى، سواء بقى قديم جديد شعبي، وانا بالعود بقى بالليل يعني بغني بقى عبد الوهاب. الله. عبد الحليم. عبد الحليم. عايز اسمع حاجه لعبد الوهاب او عبد الحليم. انا غنيت له من غير ليه في مشروعي. طب غني هلا دلوقتي بس دي يعني اغنيه انت منقي ايه ما شاء الله عليك. حلوه نختم بيها بقى كده اغنيه اغنيه نقول
اختار جاي الدنيا ما نعرف ليه ولا رايحين فين ولا عايزين ايه مشاوير مشاوير مرسومة الخطاوينا نمشيها في غربة ليالينا يوم يوم تفرحنا ويوم تجرحنا واحنا ولا احنا عارفين ليه 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 وزي ما جينا 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 ومش بايدينا بايدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بايدينا بايدينا زي ما رمشك خد ليالي وحكم وقمر فيها وفي ولقيت بيتي بعد الغربة قلبك ده وعيونك دي ولقيت روحي في أحضان قلبك بحلم واصحى وعيش على حبك حتى في عز عذابي بحب عارف ليه من غير ليه عارف ليه من غير ليه من غير ليه يا حبيبي بحبك الله الله يا رب دايما نتفوق ان شاء الله ويعني وجينا بقى تاني برنامج انت وانت عامل الخطه وماشي على الخط اللي انت نفسك فيه ان شاء الله ودايما يعني اغانيك ناجحه باذن الله شرفتنا جدا برنامج النهارده يا رب تكون حلقه خفيفه يعني ان شاء الله بنشكرك بجد يا ادهم جدا وفعلا اسعدتنا النهارده وانا يعني لحظه ان انت انسان كمان وفنان صادق وده اهم حاجه بتميز اي فنان ان هو يكون بجد حسه حلو وكله طالع من قلبه نورتنا ببرنامج انت واتمنى ان النهارده يكون يعني كل فقراتنا عجبتكم ومواضيعنا وطبعا نورنا الاستاذ ادهم عاصم المطرب الجميل اللي ان شاء الله كده يكون على طريق الصح في الفن المصري الجميل بتاعنا وان شاء الله نشوفكم الاسبوع الجاي في حلقه جديده من برنامج انت اشوفكم على خير.